سلام الغزالات ديالي الحبايب ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احوال جيده ان شاء الله. عواشركم مباركه ورمضان مبارك سعيد. 26 و27 على الابواب، نتمنى الدخول عليكم بالصحه والعافيه وكل ما كتمنوا ان شاء الله. المهم اليوم جبت لكم هذه الوصفه الزوينه، هذه الوصفه الغزاله اللي من احسن ومن اروع الكيكات عندي، هي هذه كيكة ديال الجزر بالقرفة والقرقاع. نتمنى أنكم تجربوها، والله العظيم لما مذاق روعة. هذه كيكة كتجي معمرة بالكريمة، تقدروا تعملوها في مناسبات ولا تقدروا تعملوها تفل في الأيام العادية، ما كتطلبش منكم وقت اللي هو كبير أو لمجهود اقتصادية، ومكوناتها متوفرة في أي دار. شوفوا معايا عصيرة فاش قطعتها واحد الهشاشة، والمذاق ما شاء الله روعة. ديك المذاق ديال الكريمة اللي أنا عملتها بالعصير أو بالمذاق ديال الليمون أو البرت الحامض مع هذاك الكيك اللي هو بالجزر والقرفة، تواتى معها وجا مذاق توب توب توب. تقدروا تعملوها كيما قلت لكم في أعياد ميلاد أو لا في مناسبات. مهم أنا عملتها في رمضان، استمتعت بها مع هاد القهوة هذه في الليل. اذا المقادير اللي انا غادي نستعمل، عندي هنا 6 ديال البيضات. بيان سور انا استعملت 6 ديال البيضات حيت المول ديالي غادي يكون كبير، نتوما تقدروا تستعملوا غير 4 ديال البيضات الا كان عندكم المول صغير. عندي كاس ممتلئش ديال الزيت، عندي سكر مورينو، غادي نعمل السكر مورينو وغادي نعمل حتى العسل. عندي هنايا كيف ما كتشوفوا معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الزنجبيل وواحد القبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. عندي 50 غرام ديال الكوك، عندي 50 غرام ديال القرقاع مهرمش، عندي 200 غرام ديال اللوز مطحون، عندي جوج ديال الخيزوات اولا جوج ديال الجزر محكوك، وعندي هنايا الدقيق الكامل كيف ما كتشوفوا الدقيق ديال الزرع الكامل. دونك هادو هما المقادير ديالنا. وبيان سور غادي نحتاجو جوج خمارات ديال الحلوى اولا البيكين باودر. هادو هما المقادير، نمشيو على بركه الله. دونك في الزلافه ديالي اولا في الاناء اللي غادي نحتاجو نجمعوا فيه المقادير ديالنا كامله، غادي نحطوا ديك 6 ديال البيضات، غادي نضيفوا السكر. وكيف ما كنقول لكم دائما السكر كيبقى حسب الذوق ديال كل واحد، كاين اللي كيبغي الحلاوه تكون زايده وكاين اللي كيبغيها تكون يعني عاديه. غادي نزيد واحد شويه ديال العسل، انا صراحه ما بغيتهاش تكون حلوه بزاف حيتاش غادي نعمرها بلا كريم. دونك العسل بغيتو يكون احلى ذوق باش ما تجينيش حلوه بزاف. صافي، وغادي نخلط الكل مع بعضياته. هذه راه العسل الحره كتكون حلوه بزاف. دونك صافي، دابا غادي نخلط كل شيء سواء بالخلاط الكهربائي اولا بالخلاط اليدوي اللي متوفر عندكم. دونك ضفت الزيت، دابا غادي نضيف الكوك وغادي نضيف داك اللوز المهرمش ونخلط. كنبقاو نستمروا بالدمج ديال العناصر شويه بشويه. دابا غادي نبداو في الدقيق ديالنا. بيان سور الدقيق خاصو يكون حسب الكميه ديال الخليط اللي عندكم. انا بالنسبه لي درت 6 ديال البيضات، من بعد غادي نعطيكم بالتدقيق
الدقيق، الدقيق اللي انا استعملت انتوما على حسب، انا قلت لكم المول اللي غادي نستعمل المول غادي يكون كبير بزاف، دونك غادي نخلي لكم بالغرام وغنخلي لكم حتى بالمعلقه. انا عارفه البنات كاين اللي ما كيكونش عندهم الميزان، في نفس الوقت البنات حاولوا ما تكتروش بزاف من الدقيق، حاولوا ما تكتروش، كل ما كيكون الدقيق اكثر كل ما الكيكه كتجي مدقصه. دونك هنا غادي نستعمل القرفه وسكينجبير ومليحه لتصحيح الذوق. وغنستمروا بالتخليط الكل. دونك هنا غادي نضيف الكركاع 50 غرام كيف ما قلت لكم، غادي نضيف خميره الحلويات، انا غادي نضيف هنا جوج شخصيات، ونستمروا بالتحريك الكل. من بعد غادي نضيفو اخر حاجه اللي هو الجزر المحكوك، كما قلت لكم جوج ديال الجزرات اللي غادي نحتاجو صافي، وغادي نخلطو الكل مع بعضياته. بالنسبه للمول ديالي بما انه كبير انا عملت فيه، ما بغيتش ندهنو بالزبده والطحين، ومن بعد فاش طيب لي الكيكه خصني نحيدها ونقسمها باش نعمرها بالكريم، دونك خفت لا تلصق اولا شي حاجه، وعاد المول كبير دونك غادي تكون صعوبه باش انني غادي نقلبها، دونك فكرت انني نعمل ليها هكا البابي ديال الزبده بما ان المول كبير. انا عملت جوج كيف ما كتشوفوا باش بحراء يجي هو هذا صافي. غادي نحط فيها الخليط والفران ديالي راه هو كيسخن باش ندخلوا ليه المول ديالنا ان شاء الله. ماما صوري هنا في الوسط الله يرضي عليك. دونك انا المول هذا راه كنت دايراه في الكونجيلاتور كيبرد كيف ما كتشوفوا، هو اللي غادي نطلعوا فيه شنو سميتو، غادي نطلعوا فيه الكريم فريش ديالنا. دونك غادي نستعمل هنايا الكاسو ولا الفرماج هذا، كل واحد يستعمل اي كيسو بغا، انا غادي نستعمل هذا. غادي نضيف عليه قشور الليمون، يلا دابا غادي نعملو سكر، سكر ثقيل باش نعطيوها الحلاوه، وعندي عصير ليمونه واحد شويه باش نعطيوها، انا بغيتها تجي تجيني هذه الكريمه هذه تجيني حامضه. عندي هنايا الناطا والسيترو 500 مليلتر كما كتشوفوا، غادي نبقى نضيف شويه you
دونك الكريمه ديالي هي هذه اولا الكريم فريش. المهم ضربتها كما كتشوفوا وجات بالمذاق ديال الليمون، لقيتوني ضقت واحد شويه بالمذاق ديال الحامض ولا سيترون. المهم جا فيها مذاق طوب صراحه، جا مذاق زوين. دابا غادي نجيب الكيكه ديالي هنايا ونفتحها باش نعمروها ان شاء الله بالكريمه. الو الكيكه ديالي ها هي، انا حيدتها من المول حطيتها هنا باش غادي نفتحها كما كتشوفوا صافي ونعمرها. المهم الكيكه ديالي ها انا حليتها في النص كما كتشوفوا، ها هو النص الاخر. دابا صافي غادي نبدا نعمرها. عندي الحليب هنايا غادي نسقيها صافي ونبدا ندير في ديك الكريمه ديالي، غير باش ملي نكونوا كنقطعوها هكا تجينا هشيشه ما تجيناش. دونك دابا غادي نبدا نعمل الكريمه ديالي. انا صراحه انا نعملها غير بطريقه هكا عشوائيه وصافي، حيت ما عنديش ما عنديش ديك الهضا باش كيعملوها. دونك المهم انا عملت الطبقه الاولى من الكريمه ودابا غادي نعمل الفوقاني ديال الكيكه من الفوق كما كتشوفوا. المهم رانا مع اصلا غادي تغطاو داكشي، يعني ماشي بالضروره تجي زعما ليس. المهم انا حطيت الوجه ديال الكيكه من الفوق وكيف ما كتشوفوا عملت لها واحد التكيكه بالموس باش ملي نسقيها حتى هي بالحليب نكون عملت لها داك هكايا تقيبات هكايا بالموس باش يدخل فيها. حتى هي غادي نحاول انني نسقيها غير واحد شويه باش يجيني حتى هي رطبه صافي، وغادي نعمل لها الكريمه من الفوق حتى هي. ورجعت لكم من بعد ما زينت الكيكه ديالي. مهم انا عملت ليها الكريمه هكا من الفوق وحكيت ليها القشور ديال الحامض اولا سيترون، وعملت ليها هكا شويه ديال الكركاع وريقه ديال النعناع. بيان سور التزيين كيبقى حسب الذوق، ولكن نصيحه ما تكتروش ليها بزاف من المقادير باش ملي تكونوا كتاكلوا داك الكيك يعني تستطعموا داك المذاق ديال الكيك. داكشي علاش انا ما بغيتش نكثر بزاف بما انه الكريمه فيها سيترون، دونك انا حكيت ليها حتى هي سيترون من الفوق باش نحافظ على التوازن ما بين السيترون وهذاك الجزر اللي كاين في الكيك مع ديك الطوكي والمذاق ديال القرفه. الكيكه ديالي جات هشيشه وهذه من احسن الكيكات اللي انا صايبت، هي كيكه وفي نفس الوقت بحال شكل ديال طرطه بالكريمه. تقدروا شوفوا على هشاشه، عرفتي راه جات كتحمق روعه روعه. ننصحكم انكم تجربوها غادي تعجبكم بزاف. ايوا انايا كيف ما كتشوفوا عملتها مع طويست ديال القهوه واستمتعت بهذا المخصو هذا، زوينه صراحه. نتمنى انكم تجربوها في رمضان ولا من بعد ما يفوت رمضان، تقدروا تعملوها حتى في عيد ميلاد، شي حاجه اللي هي سامبل وتقدر توجد في الدار. بصحتكم ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.